أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. وبعد، داري خوي تعالى لجلسي دويستو تشهلو من لتدريس كتاب الفقه المنهجي جلدي دوم لا فري دويستو سيزداك بحثي وقف أفرمي الوقف، تعريف الوقف ديار الوقف جبابتي كي مهمة لأبواب فقه كبحث كريت مطلبك ظاهرا موضوعك كالعمل مسلمانانا موجودة وموجود بو وسؤالاتك تيتبر لو بابته. أفرمي أحكام وقف زاني تشي. أفرمي الوقف، تعريف الوقف، الوقف ويجمع على وقوف وأوقاف، يعني جمع وقف أتواني هم وقوف بيت هم أوقاف بيت. هو في اللغة الحبس، للغة يعني حبس كردن، يعني شي اصطلاحي كردي وستاندن جيرداين، يعني اشتك وحبسك جيري بي. تقول وقفت كذا إذا حبسته، فلان شتم وقف كرد جيردا كاتك حبسي كيتو جيري بي. ولا تقول أوقفته إلا في لغة رديئة، يعني لغة فصيح أو سبيجي وقفت نويت بابي ثلاثي مزيد بكيت أوقفت، يجي أول لغتك رديئة. وهذا على عكس حبسة، أما عكس حبسة، حبسة لغتي فصيح أو سبيجي أحبست، لغتي رديئة أو سبيجي حبست. فإن الفصيحة فيها أن تقول أحبست كذا ولا تقول حبسته إلا في لغة رديئة، ما قال لغتك ناشرين ناركا. أما وقف لحازتي لغة كواب للغة معنى حبس أدا، مثلا هرم كلماتك اللي رأيني كرت وقفت الدابة بمعنى سكنت مثلا ويسيا. خب يتر وقف إطلاقي جكري لسر شتي موقوفة كيج لسر أو شتيك هو وقف كراوة يسد وايك الصلاحة كمان ذكر كد لسر موقوفة كيج أتواني بيجي، يعني إطلاق كري وقف يوتي أما على وقفة يعني موقوفة. إسال هذه إصطلاحي وشرعي بش معناك الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. أما تعريفك كلا كتب كاني مذهبا وارد بو بتعب خطيبي شربيني رحمة خالي بلا مغني محتاج يتريتو. وقف لحازي شرعي حبسي مالك، بس بحثي كيه ماله جيرداني مالك بنحوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بنحوك بكري نفعك ببريت لو ماله لقل أويك أبي عينكي بمينتو، عيني يعني خدي او ماله. مثلا تو فرسك ماشينك وقفكي مالك خانويك وقفكي وقفي اما لا اكي بنحوك ام خانواده ام ماله ام خانه ام ماشين هرشي بنفعك بكري نفع لي بنعوي بنحوك بكري نفع لي بريت لقلويك عيني اشتكيش بمينته. مثلا الان طعام تو بيجي من ام كاسه برنجة وقفكم ام كاسه برنجة كرتا كابرا اني كاتو اخوات عينكي نامينتو روافي كاري أم كيلو تماتة وقفكم ده كيلو تماتة حالي سخرا والريا في كاري، بس يمكن الانتفاع به أي شبكة كيلو تماتة روا صدقة يبكى هيبيبكى نازان تبرعيبكى، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته. بقطع التسقط يعني منع، باويك منع بكريتو بازداري بكري لتصرفه خريد فروش نقل وانتقال وبهرحال هبة وتبرع أوانا التي رقبته، رقبة يعني ذاتي أو شتى. أم بقطع التصرف في رقبته حر تفسيري كيه تفسيري حبسكس، تفسيري حبسكس حبسكة شونة بقطع التصرف في رقبة منظور ذاتي أو شيء أس ذاتي أو مالسة، يعني شي يعني تصرفك لذاتي أو كلا نكريتر نفروش ريت هبة نكريت نازانم إلى آخر بإرز نبريت ذاتي اشتكهر وقت أمينيت وكس حقيني دسيلي با فقط شيئا لمنافع كاني منافع كاني وكو
إنك أو نفع إلي بريبه كي وقف كريه ومالك أو نفع إلي بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود على مصرف مباح موجود أم على مصرفنا أقرته بحبسك يعني حبس به على مصرف مباح لا رجاك مباح قد جار أجر رجاك حرام بو بوشتي حرام بو أم وقف وقفي كيتي ناشرعية ونادانا مزري بحد يقل مباح بي والشرط يجنيه حتما كاري خير بيت حتى أجر مباح يجبو كفايتك حليبي على مصرف مباح موجود أبي موجود يجبيت لمذهبي الشافعي دا أبي موجود بي يعني أجهاتو أو ترى في مصرفة أو كسيك وقفك كرا ولا سري موجود نبو إستا وقفك درزني مثلا وكو بيجي وقفت أموالي على من سيولد لي ما الله كم وقف كرا لسر كسيك لعين دابو من مدنياتي أما جاري فعلا موجود نية كموجود نبو أم وقفة شيء أم وقفة وقفك باطلع بس أجرك ما بتوزيعه كي بيشتري للسربين حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. لقال أوك خدي مالك بمينته مالك اشتيك بك إذا أن بقاء الشرط نيتها أبد يجبيت ها الشرط نيتها أبد بيت. مثلاً بيجي اشتيك بحتما بيشتيك بيتو تا قام قيامة بمينته. فالحال اشتيك بك وابزاني أمينته مقطعك إذا ماشينك. أوتوموبيلك تبي جم أوتوموبيل وقف الرجاي. بوم مزگوت وقف به کاروباری مزگوت خاطر ده خوب متومیل نهایتاً چندین سال کار که درسته بعضاً به قطع تصرف او به قطع منظور منع او باعث چه باعث زنان لشرح ام کلامی علمای مذهب و توی آن الباء للملامستی ای ان الحبس متلبس به یعنی حبس که به چی بید آواه به همراه به لقل اویک كس حقي نبي تصرفك لذاتي أم كالابك لذاتي أم مالابك آوها يا وتيانا الباء للتصوير يعني أن الحبس مصور بقطع التصرف في رقبته يعني حبسك بي چي بي شكلك آوها بيت كس حقي نبي تصرفك لذاتي أو كالاوة بقطع التصرف شربازا متعلق بحبسك هو في رقبته متعلقة بالتصرفه يعني شيء تصرف لا رقبتي على ذاتي أو ينوى على مصرفين وعرزمك متعلقة بحبسه مصرفي مباح إشارة بويك شرط نية حتما وقفك لسر جهتك بر مندوب أو عنبت كافية يكفي في صحة الوقف أن يكون الغرز غير محرم ولو لم يكن قربة كافية غرزك هدفك محرم نبت إتر قربتي جنبي قناك مباح يجبت هج مشكلة كيني موجودة كيش يعني شي يخرج به منقطع الأول يعني اشتكى واستاء موجود نية وذلك كقوله وقفت أموالي على من سيولد لي ثم الفقراء فلا يصح هذا الوقف لأن الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها تس أقب يجي مثلا أويك وآلين بدنياتي بس إذن موجود بحالي أما تعريفي وقفة وهذه القيود في هذا التعريف سوف تستبين لك وأنت تقرأ فقرات هذا البحث إن شاء الله تعالى أم قيودانك لم تعرفها إن شاء الله بعدن بوتو روشنو أبن لحالكاتو فقراتو بندكاني أم بحثيك يميس خريك درسي أدين خونتو بوت دركي منزورتي إذا تعريفي وقف لمذاهب تعريفي كان بوكر دوا مسامة تعريفي مسابي شافعي بو تعريفي للاي حنابلي جن تحبيس مالك مطلق التصرف مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه هذا مسجى صيغة كيان غوريون ممكن كما إني بيت الآن دليل ما نشي أبو مشروعية وقف دليل ما نشي دليل مشروعية الوقف الوقف مشروع بل هو قربة وأمر مرغب فيه شرعا ولقد قامت أدلة الكتاب والسنة على تقريره وبيان مشروعيته بس وقف خلاصة زاني من تشيبو كابرا مالكي هز أما الله حزكا دواي خوي خيراتي بيبقى حزكا بحسكا وسقريكي صدقيكي جاريه بي كابرا خيراتيكي جاريه بي حزكا يجي من أم كتب خاني خوما مثلا أم كتب خاني وقفي مزقوتك وقفي نازان مدرسة علوم ديني أكا لوي بي تا كاتي أم كتبانهن
مردم باستفاديان لكابيان خوينتو كتي وكيج ممينتو منيج نفهم في مقا اما في جن كاس حقينية تبي فروشي كاس حقينية بيجي ميراسي من بابا مردويني من يا إلى آخر اما في جن شي وقف. خب دليل مشروعيتك الوقف مشروع بل كأسن قربتي چا يعني كاريكي خيرك سببي نزيكي ودرقاي خواي قرابت وكاريكي مرغب فيه شرعا يعني شرعا ترغيبي ليسر كرياغة. ولقد قامت أدلة الكتاب والسنة على تقريره أدلة كتاب والسنة لسر إثبات بيان مشروعية وقف وارد بوا يا برفا بوا أدلة كان وبيان مشروعيته وهربا بيان مشروعيتك على تقريره وبيان مشروعيته. أما الكتاب دليل ما الكتابات شيء فقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليما. هرگیز بر یعنی درجه تواوی چاکه بدز نایرن مگر اوی که لوشته و پیتان خوشه انفاق بکن. مثلا تو دیباس یکی باشت هز او لباس بدهی درجه تواوی بر رو چاکیت بده ساوردو تو نازان مالک تصفره پیت خوشه او بدهی درجه تواوی بر رو بده ساوردو نشته که مثلا هیچ کار بردی که نیه فراد ره اخری تنو اشغالدانی ایجی با بیدن بنفرک وانت بكل كناي شاهد صوابي شو حربونا نسري بس ارقرك ما امثير بين ارقرك ما انا صوابي باش بدز بيرين ابي لشتيك بيمان خوش بدين وهر شتيك ايش كي انفاقا كان خواي قورا بي اقا دارا بس اميش داخلي او انفاقا عاما بيت كابرا حزكا اما الله كبي خوشا باب مينيتو صوابي بي بواتو خلقي استفادي لك. اما ايت فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية الكريمة رغب في الوقف. أبو طلحة أنصاري رحمته رضي خوالي بكاتم آية الشريفة شنفت ميلي بياكرد بو وقف كردن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره. هات خزمتي في غمر عليه السلام بوشي بوي طلبي مشورتي لبكا. روى البخاري في كتاب الوصايا باب من يا باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء بيرحاء. أفرمي أبو طلحة دوتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خواهي تعالى لم آيتا أفرمي هرقيز جامع إيمانة تر إشاني إيمانة فبيني أم صحابية آيتك دابز يبو قرج إجيب زانم چيم للا خوش ويستر أبدم للرخوة يا رسول الله خواهي تعالى أوا أفرمي كيونا قين درجي بر وچاك مگر أويك بيتان خوش أوا انفاق كان من محبوب ترين چد للا ما لأموال كانم بيروحاز بيروحاز يه وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. بيروحا باخيك بوا كيف يغمر عليه الصلاة والسلام جارجار شو تناوي لسيبر يادان يشتوى ولآوكي كاني آوكو يا شاكي ناوي أي خواردته دي أفرمي فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو يا رسول الله أم باخا أو أيدن بخوا وبيغمر عليه الصلاة والسلام أرجو بره وذخره وأميدي أويك تشاكي أم عمل بهم بقاتو ذخيرة بيتبوم لقيامته فضعها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله أبي غمريخو عليه الصلاة والسلام هركويتو بيتخوش وزاني مصرفي بكي هرجور أقرأك تمصرفي بكي قراري بده منظوري وصل لهر مسيرك خير أزاني جناب مصرفي بكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ أبا طلحة ذلك مال رابح. بخ لأخواني شاورديوتي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء يعني به 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 اشتكي باشا أبو طلحة أو مالكي زور رابح رابح يعني زو ربح كثير كالقيامتها السمركي أبينيتو ربح يعني السود رابح يعني السود آور مالكي زور سود آور. قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. أولا تو قبول ما انكرت دعايش دامانو بخوت تو قركت أقا وقفيك لمسيري فاميلا كانت وقفيك وقفيك سكارك خوتيك ببخشبك سكارك خوت يعني أجركي بوبو
أجل أوق في بابو رسول الله عليه الصلاة والسلام أكو مصلحته الزاني كسكاري مثلا كم ده صلاة الآخر فالمدى يسأو داما نوبته تو أجرك أدبرت برو خد بدب كسكاري خد. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. أبو طلحة هات لسر فاملو كسكاركاني تقسيمي كرت. قال وكان منهم أبي وحسان يكي كان أبي بن كعب يكي كان حسان بن ثابت أنصاري كفاميلي سري دايكي أنبياء وابن أبو طلحة أميج بشي داون. إذا بخ بوزن بل كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة يعني وقتك اشتك في رازي يجي بخ تكرار بيتو قلت من مبالغيكي فيقال بخ بخ. فإن وصلت خفضت ونونت. أجر هاتو وصل كراوية كمسان بيجي بخن بخن أو كاتتشي هم كسراء فزيري هم جرى فزيري هم شي يعني مجرور أخوين ريتو وكسراء أجري وهم تنويني جغري بخن بخن آما بخن بخن. وكذلك قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هرك عليك لخير كان أو إبطالي ناكنو باطلي ناكنو يكفروا يعني تدعي سببنا وانك دا بوجريتو لبين بروا بعمالاني خرابي خويان خواء قادار وعليم لسر متقيا كان. فلفظ من خير عام يشمل وجوه الخير كلها. لفظي من خير عام شامل يحمو وجوه خير به ومنها الوقف كيكي كان وقفة. وأما السنة فأحاديث كثيرة منها لسنة شان رواياتي كي زور وارد بولسر وقف كيكي كان ما رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته أو حديث مشهوريك إنسان دواي وفاتي خوي چه ثوابيق لعملي خوي بي أقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أجر إنسان عمري خواي كرت انقطع عنه عمله عمل كي قطع به أم قطع عمل كاما عملي دنياي عملي دنياي بعض يقول الزناني معاصر يا جوزشتاتون بم إذا جوزشتكنية حقيقة معاصرين بتاعه ابن عثيمين رحمة إخوائي لبيه شيخ ابن عثيمين هاتوا بم حديث استنادة كاكشي تم مردو ناتواني دعاب كاتو مردو طلبي دعاء لمك شركة يا حديقة الحرامة منظور إذا باب منته حرام يا وكارما يا كاتي خوي بحث ما كلو تمان هيج مشكلة يجني كابرا لا قبل بيغمبر عليه الصلاة والسلام دعوة كاتش وارم زبي شيء للسنة والاستناد بم حديثة كان كشي تعملي قطع بوا أخي تعملي كي قطع بوا برا يعني تتواو ناتواني قصبك ناتواني مثلا دعابك ناتواني مثلا خوش حال بي ناتواني مثلا لذت بري ناتواني يخو أمل برزخة هموي هي بس بحثي وني يعني استناد بهم حديثة أصلا ربطي بو جريانة وني والله سبحان الله استنادي بيكري بس الموضوع كي حج ربطي كينية بس انقطع عنه عمله بحثي كي بحثي أمل دنياس إنا أحاديثي زور ما نزي سفرمو لقورة سعالي ليك انقساك نازانم تينا بيشوازي أهله كسوكاريا أصحاب يمين بها هركسي قصيان تكاك أحوالي فلانيش ونحوالي وشي حتى حديثي صحيحي لسرك دعاك بو كسوكاري خوي وقت أخباري فيها قيل بس ربتي بمعينوني بهرحال أمي شوكو نكتيك فلان عملي دنياي منقطع أبي بلي اتتواو لم دنيا مرت لم دنيا نيد لداري تكليف كداري جمعاوري خيرات أو زخيرة أعمال أبو قيامت شو أدره إلا أمس موارد ما قال صدقي جارية يعني خيراتي كي ببك خيرك إدامة دار به صدقاتي كجارية بك يكي كان وقف إذا صدقي جارية كابراتو مثلا مزقوتي كي خاص كردو يعني مشاركتي بولا مزقوتك نازانم كتبهاي كي چاب كردو كتبهاي كي خير هر چي تو حزاك جادي كي أسفالت كردو درختي كي نياقه بنيتي أم خيروة تا زمانه كمانه بميني او هر خيري بيجي ايسا كابره اروالا كجيكا درخته انيا تا زمانه يعني چولكه بروالا سبر يا دانيشي سواي بيجا سبحان الله چنه ريگاي خير كردن فرس الان بشار چنه شيطان تنبالي اكاتو يعني تو حر مثلا رويتا كيوك شوينك جي دانيشتن خاصة كيبو نفره بي دانيشي
حتى أو من يهبو تصور من نسل إنت تابقى حر خيري كندس البي دي صدقي جارية كيكي كان وقفة أو علم ينتفع به يا علمي كي ببيك المكان نفعي بي ببري إسام علم أو الأولين يعني علمي الشرعية زانايك كتب نوسي وشرح شريعتي كردو بارحال خايقوني ميج بي نسيمنا كالمينة وهر هر علمي كيتر هر علمي كعلومي تريج بي كابرهاتو اكتشافي كي كردو مسألي كي علمي حل كردو بو خلقي داروي كي باشي درس كردو بو خلقي وهكذا تابرو هر علمي كوانفعي بي ببري مسلمان بشرتي تماشا إسا نفر سؤالك كافريك فرزن بنيتي أويكي كافريك بنيتي أويكي لقيامتها خيري بيبقى لقيامتها خيري بيبقى كافريك تيشيكا تي فرزك مستشفى دروسك بمارستان دروسك سؤالك مثلا جاري مثلك إيجين كافريك إيجين قيامت إيجين فلان وفلان وفلان جاري آيا واخي عبيت كسي كافر بيت هوالي بيقيه بي بزاني محمد رسول الله رسول الله قبولي نكا ولولا شو خيرات بكا واقعا إيماني بقيامت بيبو معنا أما جاري مسأليك ففرزي ويك الشيوى هيا واقعا أو كافرة أو كافرة للدنيا دا يسم هيا واقعا من أتواني بي كافرة في غمري خواي قبول مية قوي بينا دا إعرازي ليكا لو لا يجاجي من خوارح من بيكا كاري خيرك أم كار خيري نفعي بيقيني لقيامته نفعك كامسة حد يقلي واسا لدرجي كسي كوا كافريكي لو خراو ترد ولا بانترا وكو كاركاني أبو طالب ألوتا أبو طالب لبر خواني كردي ولي زلالي كم تربو وفي غمري خواه عليه السلام لحديثة أقينا بي لهلم درسة أقينا بي أفرمي لدنيا دا جزاي أدريته أو كافره خوي تعالى زرر هاي ليلة دا مشكلاتي ليلة دا ولي ما دام كافر بيت تعليتي كافر وانا حقيقتاً أن لم درسي سناكري بيما مبحثي كي زور مفصلة تو بيني شنة فرمقال وبحثي لسر هلساوة أو كتبك أنبن فقيرا ويسيما إن شاء الله مرجعي كي باشا متأسفان الجامعي كردواري إيما يعني فقري شديد علمي هاتيا تو بيما سقسيك فردكي مشهور ياجي كوتو أي كاقسك اتقسك الرواج فيها كا حتى زنايان ومدرسين وحتى داعيان الدين اقسى اقلون رواجي بيدا اتنارون تحقيقي لسركن تيسار اقسى اقسك كرا كافر العالمانية ويهود ونصارى مثلا اوانج مسلمان وان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فاشاك اصلي يعني انسان تعجبك تعجب والله مغزم سوتك يا شي سوت 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 لشي سوتك يا شي لم حمو الله لم حمو داعية لم همو قرآن خوينة لم همو تفسير خوينة كتي داروة تحقيقي لسناك تيجي يهود نصارى لازم يعني إيمانيا ببيغمري خوابي أقي إيماني بدينا كي خويتي بو أروات بهش مطلقيش بحسيك يعني كلو سوتك يجي أم همو آية تشي بيكيتو همو آية لقرآن كقرآن فرمي دينا فرمي جمع أترافي أدلة بك إن الذين مثلا أوان إيمانيا ببيغمبراني يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله رسوله أولئك هم الكافرون حقا أما إتهن تشي بيك أي تشي هاتوا يكودو كلمة يكودو سجملة كده تفسير المنار وشند جملة لم لو لا تريتو أي كاتب بلوايك تختاروا تحقيقي لسلك يا باباس وانية أحسن اشتكشتي كي ترى جوري كي ترى برا يعني إنسان باور به قشتي كي سبب يا واسا واقعا أفرادي غير متخصص قساك كبرا معلم أخوابي ويكا مطالعاتي كي ديني از مشهور ابي با پژوهشگري ديني انت كي قساكا لا تفسيرا قساكا لشتكا اجماع امتي لسردام ازرا او بجوري كي تريجي مشهور يجبو خلكاني كي حزباتي وتحزب قوري اكنو زلي اكنو دي 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 متين التفسير ياس شرحي هس كافر شرحي هس بلي كافر يج عملي صالح اكا كافر يج اتواني عملي صالح اكا اكري حالي بوي واقعا إيسا يهود ونصارى أي إيمانيا بقيامته بلي هلو يهوديان إيكا في غنبر عليه السلام شري تكاع كردن إيمانيا بقيامته بلي حتى أنو تشي أنو لن لا تمس آية كافر ميشي سورة آل عمران وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
اما اقربان توجنابي الا ايامك كامل او تشل شوابك توشي شرك وكفر بين مساج وبوين اتما باقي كي تشين الله يقول فرمي اما افترايك اي وسن يعني واني ما تلي قيامة كافري جن القرار مية يعني اما التفاصيل هذا الشرع عزب اخوة اما تقرفتار بو بس ابي كم علمي بس ابي كم تحقيقي يعني انسان ارزم كر كلي سوتك يجي سوت وقت التعجب واق ابي واق واق ابي كبرى داعي جديني بحنجا صالة ما مساس تيجي يهود النصارى آياتي القرآن إلى سر يهود النصارى جاتوا أن بهشتين بهشتين شرطني إيمانيا ببيغمبر بي عليه الصلاة والسلام به 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 لم فهم القرآن وعمل جمعي بين أطراف يدي اللبكرو أخوة حلو سورتي توقع فرمي بيهودية كان يجي يهودية كان إيمان بيرن بالقرآن حلو سورتي توقع يجي بيان يجي آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر ها؟ آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أجي أمان مؤمن ديتو تنجمنا كيتو برا أم ظلمت شيء لحقيق القرآن نا أخشت أنك تفصيلي درا وتفصيلي هذا بالله أقل كسيك عن ديني بينا قيوة لسر ديني حقي خوي ماوت وأوا لا إخوي قرشتي كيتر أما كبرائك ديني بيغمبري في قيوة أبو بيغمبر عليه السلام شري كرتكي أو يهودياني أترافي خوي وهكذا بهرال بحثك كي شاب عاشية من زور مواقع عن جامعي كرتواري إيمان زور مطلب رائج به تحقيقي لسن نكرا حلو مسائلي طلاقك داكوتو طلاق كل أوقات براساسي كتاب وسنة طلاقي سلاسل يك طلاقه براساسي كتاب وسنة قسم بطلاق ناكي وختار ريب السريع براساسي كتاب وسنة أكيد تحقيقي ناك بس كافريج بلي كافريج أتواني عملي صالح كا والله من القيامة هاشي نجاتي أدا لجحنم خير شرطي أساسي نجاة لجحنم إيمانه إيمان يجبو تفصيله نا إيمان بو إخوام قبوله قيامتي شم قبول أزانم خواي كز معبود وقيامتي كيشس ولي محمد مقبولني على عز بلا قرآن مقبولني على عز بلا كفرة أما كفرة وإيمانك تك أدا بكل قناية والصدقة الجاء البتتر تفسيلي هز نبو إفراتي كيسا خلقانك جيري زوان وسري زوان يعني تكفير وازان كافر شتي كسي بي بيجي كافر وكو آوي خواردنا نبو شوازي أولاش كابراجي العالم كافر يقنية يعني سبحان الله لم شتا عجيب غريباني ما يبي سين ويبيني براسي قشتي جي كم بودي علم خب أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له منالك الصالح كي يدعو له إساء أيا وأم لفزي يدعو له يعني ولدي صالح فقد دعا كي بكالكتي لا والله تعالى علم منزول ونية منزول وساء وكو بيجي ولد الصالح لازم كي ما سبب دعابه بابيشي كاينا ولدي صالح ما دام بابا لتربية يا شريك ببيت حر عملي بابي وحرش أدايكو باو عملي بابا وإنسانة حرش يبكابو دايكو باو بنسل شون أول باري هاولد قولتني عملي أمن على سه إذا دعائي بو بكاخو فبيها أني كرتي بس يدعو له يعني لازم يوسى هميشة ما دام صالح ببابا دايكي شي دعاكا حد يقل دعائي بوكا بس أما الصدقة جارية والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف صدقة جارية للايزانايانا لسر وقف شيء حمل أكريت والولد الصالح ولدي صالح كيه هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد منالي صالح أو كسيه هم حقوق إخوائي تعالى بجيبيري هم حقوق بندكان اتبى درجي بجيها وردني أمي درجي صلاحي شيء أوسه كان حقوق إخوات تعالى بجيبري كان حقوق بندقان بجيبري درجة صالح بناك أوس بفي أويك أما كان دازيك هاتيا هاتي قناعي كم تركا هاتي عبادتي بيش تركا هاتي حقي بندقان فلترش إنك هاتي زرري كم تربي بخلقي صلاحي بانتدا منها ما رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبرة فأتى أتعجزم كلا أكتبيك نقدي مكتبي بلوراليسم ديني أو لا توضيحي أو مطلباك تحقيقي كمفصل لسر كلخو هش كسيج بري لنقص نية ولي بحمد الله وقت تحقيقي لسر كبيني برا أصلا موضوع كوانية نظرياتي لباري كافراني لدنيا أهل حكمي عن شيء تشرحي هستفصيلي الزانان قبل بحثي عن لسر كردون
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستشيره. حضرت عمر رضي الله عنه لغنيمة لغنيمة كان باخي يا زمينك لخيبر بنسيبه. هات خزمتي في غنبر عليه الصلاة والسلام بو مشورتي لبقري فقال يا يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. يا رسول الله من باخيك إلى خيبرم في جيوة حج شيك لم أصب مالا قط حج مالك خوشويستر أنفس يعني قيمتي تر خوشويستر للاما فيم نجيوة لو مالا باشتر فما تأمروني به چ فرمايشيكم في أمركي. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. أجر حزكي حبست أصلها حبست يعني فيها من وقف أصلكي حبس بك قريبة وقف بك ولسمرات خيرات للرخوة بابروا رجيخوا تصدقت بها. هلاوي يعني ب وقفك للرخوة باسمركاني إن بكس حقيني بيباتو هلا بجري. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يرث وتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. حضرت عمر وتي أول الرخوابت صدقي دا اتنا أفروشريت نا هباء كريبكسي يعني عتاب كريبكسي بدري بكسي ونبا إرسج أبريت وارسان ناتوان بأرس بيوان وصدقي دا لسركي فقيرانو كسوكاري فاميلي خويو لسركي لسر الرقاب بردكان اتر رقاي باز آزاد كردني بردكان بيوانبي وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف للرقي خواي قوريج جهات وابن السبيل أفراداني للرماندو كسانك مسافراني كنك للرقاء قريان كردو وبولياني خويام قينو مقصد والضيف ميماني أفرادي ميمان كهاتونو لشونك تراتو يسا الضيفك. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. جناحي لسر أو كسيك وليها أويت متولي أم باخو اصطلاحا شؤوني أكويت دسيسة مصابيني متولي أوقافي يسبو وزارة أوقاف مثلا شي بيننا قبلا وانبه أم كابرا متولي يا وليبو لسر أم وقف أم زوية أو مسؤولي يجي مشكلة يعني أو كخويتي مسؤولة بالمعروف شي ليبخوا بالمعروف كان مثلا اشتهاي هستبير اشتيكي ليبخوا أتن نيب أمباري خوي فرنك على إنك والوي خيراتو ميو السمري ويطعم غير متمول ويطعم بالو يجتعام دا بكسي كتير قيتشيكا ولي غير متمول يعني غير مدخير للمال مالك زخيرا نكابو قيتشيكا لي أخوة اشتهايز بيخوة حتى يكي كيميواني كيشتيكي شيكي بربو ويجبابا يكو بيخون ولي تهل نقري زخيرا بكابو خوي. قال ابن سيرين رحمه الله غير متأثل مالا روايتك ابن سيرين هاتوك بزيقا غير متمولين يعني غير متأثل مالا كبمعنى يتشيه غير جامع للمال كخوي لخوارها ورديوتي. أصاب أرضا يعني أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر وقسمت أرضها. أصابها يعني شي أصاب أرضا يعني كوت دسيو لقسمة غنائم كاتك خيبر فتح كرا وقت التقسيم كرا سرزميني خيبر أو بشي كوت دسي حضرت عمر. يستأمره يعني يستشيره. أنفس يعني أجود والنفيس الجيد. حبست يعني وقفت. في الرقاب يعني تحرير العبيد. لا جناح يعني لا إثم. وليها قام بأمر يعني كسك ومسؤولي سرفرستي وكارسة. غير متمول يعني غير مدخر للمال مال زخير نكابخي. غير متأسل يعني غير جامع للمال. وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل. هرشتك أصلك قديمي ببي يا جمع بكري تو بشيوازي كتر وكو بيجي أصلي كي هسو لشويني كهاميشا بشي كي ماوتو مثلا تو أو أمبارت برنج تيخستوا هميشا خالي نابي لبرنج هرشتي كي تي ماوتو بو يجن شي مؤثل. والمشهور أن وقف عمر رضي الله عنه هذا كان أول وقف في الإسلام. مشهور وسائم وقفي حضرت عمر رضي الله عنه أول وقف كان الإسلام رويداغ. وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر. وقف لبين صحابة مشهور بوا منتشر بوا حتى قال جابر رضي الله عنه
ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقفة. هيجي إلى أصحابي في غنبر عليه الصلاة والسلام كي نبوك مقدرة تواني مالي ببيت تواني مالي هبيت إلا وقف كردو. يعني أجت قسمي لسر خوي الراسة اشتباد نوته بو صحابة السابق بالخيرات بون وقف إج أوهم سوابي ببي كابريج صلاتي هبي وقفنك. أم روايته لعازي سندي لكتب كان زور كتبه كهاتوتو أم روايته أو معلق نقليا كان يعني جن قال جابر حتى البانيج برحمة بي لكتبي تمام لكتبي إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل أصلي أم روايته فيانا كردو تم روايته والكير وهاورديو سيوين ما يتنك لمعاصرين كشيخ طريفية خوا حفزك وازادك لزنداني ظالمان لكتب التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ألي هذه الرواية ذكرها أخرجه أبو بكر الخصاف أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف لكتب كهزبنا أحكام الأوقاف كتب أبو بكر خصاف ألي قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال سمعت جابر بن عبد الله إلى آخرك وقال قدامة بن موسى وسمعت محمد بن عبد الله ابن سعد بن زرارة يقول ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله. سندك ضعيفة شن واقدي هاتيا واقدي شخصك كي أو برزع فيها بلام أما فيما بلغناز أم سندا ممكن يسوى قام سندا كتري بو بلدوري سلفا زانان بطريقة كتر فيان قيبت ولي خو معناك براسي درسته فس أم رواية السندا ضعيفة سندا روايتك جابر. وإمام الشافعي جفرمي وقال الشافعي رحمه الله تعالى أوكي جمشاد بسلف قيبي بسندا كتر شون هاس وابن صلاحي شهر زوري يجي اتر دوري تصحيح وتضعيف تواب ولا برش يجي شون بري روايات بون لدوري سلفا موجود بون بأمانة قيون كتب يقبوه قنبوه وكتبي مسندي بقي ابن مخلدة يا مخلدة او مسندك قولتي مسند بوه قنبوه وممكن لو كتبها رواياتك بأسناد أسانيدي كتر وارد بو بنقية بأمانة بارحال او سندي زعيف. قال الشافعي رحمه الله تعالى بلغني أن 80 صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات. فيم جيوا خبر 80 نفر لأنصار مدينة لصحابة صدقات محرمات كردوا. صدقات محرمات منزول إلى إمام شافعي وقفها. والشافعي رحمه الله يطلق على هذا التعبير يعني صدقات محرمات على الوقف. إمام شافعي بوقف الله شيء صدقات محرمات. أما كتابه في مدعاء إجماعي شيء لسرة أجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جواز الوقف ولزومه. صدر أول لصحابة وتابعين إجماع ينبول لسر وقف شرعية ولازمش يعني هر أوقت تكابرا وقفك يكر تازناتو يعني بشيمان بيتولي. أما لكتبي تفسير قرطبي إجماع صحابي لسر نقلك جلي ششلا بريسي ستو بانزا توضيح الأحكام جلي فنجدا بري نود وحفت. إمام الترمذي جاء فرمي لو حديثيك لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرسو يجي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم عمل برساسهم حديث سنة لا أهل علم. إمام ابن حجر أسقلاني رحمة لفتح الباري جنضي فنج لابريش وارسدنا ودودو أفرمي قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا في جواز وقف الأراضين. وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة لا يلزم. إجي إمامي ترمزي لبين صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لأهل فقه ومتقدمين أهل فقه خلاف لجواز وقف زمين وأوشتانه شكناوين. فقد شريح قاضي إنكاري وقف كردوتيتي نا نيو إجي بعض كشتاننا إمكاني نيو شريح ويوتي بتأويل قسكان كردو. تنها إمامي أبو حنيفة وتيتي وقف لازمني يعني شي لازمني يعني أقا كابرا وقفك أتواني فشي مان بيتولي ولما بقي زنايان حتى
ولما يمذهب حنفيج بعدن أو حديثي حضرت عمر ينبيجي وروايتي كحضرت عمر كيسة إشارة كان بوتان ك ناتواني لوقف قريتو وقف تكر تواتر بودني اللي بقريتو وسجى قال أبو حنيفة لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال كان أبو يوسف يجيز بين بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا أبو يوسف كشاعر الإمام أبو حنيفة بيع وقف بجائز زاني يعني أتواني اللي بقريتو بشمان بتويس بيفروشي تأم حديثي بيجي فقال من سمع هذا من ابن عون وتأم حديثه كي بسويتي فحدثه به ابن علي فقال هذا لا يسع أحدا خلافه حديثك أبو لا يهب ولا يرس ولا يباع نتيجة إمامي أبو يوسف جوتي والله دائم حديثك أزنات وأني مخالفة تيبكا ولو بلغ أبا حنيفة لقال به أقع أبو حنيفة رحمتي أخوائي لواي اللي بأم حديثي بيبقي يشتايا حتما أويش فتواي أداك ناتواني تر فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد أواس إمامي ترمزية فرمي تر بكو حيش خلافك إلا سرني أواس إمامي ابن حجر فرمي حيش خلافك إلا سرنا ما هو قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه إلى آخرك وقف اتفاقي لسره قال النووي إمام النووي لعون المعبود ليان أرنقل كردول شرح رقمي 2017 وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وقد أجمع المسلمون على ذلك فهرحال إجماع المسلمان لسر دام زيا وأمره يسر لسر وقف يجي نكية قصي يقول الشريح بو قصة ك في أنا شبه سامنزوري أو بمنزوري ما بين كي ما بعني فج مخالفة وقفي نكبله بس فيتي وقف كردية تواني فشي ما نبيته يسبي وبي فروش بو فهم دعائي أو حديثك جاية بأصحابي أبو حنيفة مذهبي أبو حنيفة يسأشيه مذهبي إمامي أعظم يسأ وسويش يجي وقت شو نموت ما مذهب شيء هو مذهب فقط فرماشي أو سر مذهب نية خوي شاگردكاني وعلماء مذهبي براساسي اصولي مذهب مذهبك يعني شي كردو طالفتك كردو تدوين كردو تابوس مذهبي او علام بو امام ابو يوسف اجي شي ولو بلغ ابا حنيفه لقال بي اج امر روايه بقي اشتاب امام ابو حنيفه حتما ميوت ولي بينقيو اذا من شاگرد ابو حنيفه براساسي اصولي او فتوى ادم مذهبي ابو حنيفه امس او سم مذهب كابرا اجي حتما روايتين بينقيو او اشتاند هنا هو مذهبك بينقيو أجر دواتر روايتك جي تأويلاتك كانت أو خلافه خلافش هي للشرع شرنيها مي متفق القول بلا سريك قول شون اختلافات درزوا إلى فهم أحاديثها لفهم روايتها تابروا خب حكمة مشروعية الوقف أمتي كيشب خوانين حكمة مشروعية وقف شيء قلنا فيما سبق إن الوقف مشروع بل هو قربة يثاب عليها المؤمن وثمان وقف مشروع بإجماع وقربتك كمسلمان لسري أو الثواب بيأجيت لذلك كان هناك من غير شك فوائد وحكم حكم كثيرة لتشريع الوقف نلمح منها كواب براساس أما فوائد وحكمتها كي زور هي بو تشريع وقف كي نلمح منها إشارة أكين برق الأوانة الأول فتح باب التقرب إلى الله تعالى في تسبيل المال في سبيل الله باز كردني درقاي تقرب لي خواي قورة في تسبيل المال تسبيل المال يعني شي ريقا بيدان بو استفادي عمومي لمالك وقف في سبيل الله لرقاي خواي تعالى وتحصيل المزيد من الأجر والثواب وكابراتي زي أجر والثواب زور تربة دسبيري فليس شيء أحب إلى قلب المؤمن من عمل خير عمل خير يزلفه إلى الله تعالى ويزيده حبا منه حيش تيقل لاي قلبي مسلمان خوشويستن لعملك خير كنزيكي بكاتو بخواي قورو وحب محبتي لاي خواه بيشتر بكات خوشويسترنية فاز أم عمليج لوانيه فاس حكمتي هاتيا الثاني تحقيق رغبة الإنسان المؤمن تحقيق رغبة يعني بجهاتنو محققبونو واقعبوني ميل رغبة إنسان مؤمن كامسة وهو لحالك أو مؤمنة يبرهن على إظهار عبوديته لله تعالى يبرهن يعني شيء يعني بدليل دليل إظهاري بدليل حجة إظهاري شيء كإظهاري عبوديتي بخواي جوراك بندعتي بخواي جوراك إسمه نشان عبوديته وقت في غمرة فرمة عليه الصلاة والسلام
مثلا الصلاة برهان يا الصدقة نور صلاة برهان مثلا نشان إيمان مثلا أميش الوا يبرهن نشان دهندي إظهار بندايتي سي بخواي قوله وحبه له ومحبتي بخواي تعالى فمحبة الله تعالى لا تظهر واضحة إلا في مجال العمل والتطبيق محبتي خواي قوله بصورتي واضح درناك يوم قل مجالي عمل وتطبيق قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الثالث تحقيق رغبة المؤمن أيضا في بقاء الخير جاريا بعد وفاته ووصول الثواب منهمرا إليه وهو في قبره محقق بون بجهاتني ميلي أو مسلمانا همچنين كيقرك يسي خير دواي خوي بمينتو دواي وفاتي هر خير لسر جاريبتو ثوابكي منهمرا برجي بمليا وبيت بوي لحالك ولا قبركي خويا ثوابي بردوان منهمر ثوابي ريجان بردوان بلسري جاري ببوي لحالك ولا قبرك يا حين ينقطع عمله من الدنيا هكاتك عمل لدنيا قطع به مسلمان حزك دواي خوي تشي تاريخي دامي بعمري تولاني باصطلاحا اما نوع عمري تولانية ولا يبقى له الا ما حبسه ووقفه في سبيل الله حال حياتي تهيتشي تشي نامينتو الا اويك وحبس يا وقفي كردوا لحال حياتي لرقي خوال الدنيا دا أو كان سببا في وجوده من ولد صالح أو علم ينتفع به يا حد يقل سبب وجودي أو اشتخيره بيدبك من آلك صالح كان سبب وجودي بوا يا علمك كان نفعي في أبريه أم سبب إيجادي أو علم بوا الرابع تحقيق كثير من المصالح الإسلامية محقق بون بجهاتني زور لمصالح إسلامي فإن أموال الأوقاف إذا أحسن التصرف فيها كان لها أثر كبير وفوائد جمة في تحقيق كثير من مصالح المسلمين چونك أموالي أوقاف أجر براستي تصرفي باشي تيا بكري سرپرستي كي ريق بيت كمتاسفانا بيني لتولي تاريخ زور شوين بوك وقفي بو وقنبو هاتر دعاي چي فروش راو شوين هز زمينة كابرا وقفي كردو چند نسلي كي پيشي دي 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 يواج يواج كابرا إجيني خومو يواج يواج اي فروش كحرامي صدر صدر والله متأسف أنا زماني لسرتي بربو وتعزت شو دي تصرفي باشي تيابكري أسريكي زور قورو فوائتيكي زور فراواني يزلم محقق بوني زور لمصالح مسلمانان مثلا كبناء المساجد والمدارس وإحياء العلم وإقامة الشعائر مثل الأذان والإمامة وغيرها من المصالح والشعائر مثلا كابراتي يجين من أنباخم وقفي بانك دركانكم وقفي أواني كوا إمامتي مساجدك أتوسى أبيني حتشي خير ياتي أبي برواتبه وإمامانه تابتواني مزقوتكان إدارك وقفي مزقوتي في العلا لمنتقي إمام مردين منتقى ون الدين داربو سبحان الله براسلي بيش شرم كين شرم كين أقا قصبيجين بقديم كاني خومان شرم كين شرم براسلي أبي أو فكرة بوغانة ديكتاتورية قندليك آواء أمتي إسلامية وتفرقتي أخاتي أو مردم متهمك بديني وبمشرك وبشي وبشي راسي خجالتي بكشي غرق بلا عرقي خويا أما أمروي إيمس كأم فكران حاكم أو إيش قديمي أمته كأو فكراني كأمان بكافري أنا زان الحاكم بون كأم مردمي منطقة كابرا بوا قشتي حياة قشتي سر مالكي جوزي بوا جوزي جوز دار جوزيك حتى أو دار جوزي وقفي مزقوتي كردو حالی بی کی امی به مردم فیر کردوه؟ لزمانه که حتی امکاناتی کج نبود. ما مسایی کی ساده فقیر که بر اساسی مذهبی شافعی حنفی که ام خیراتی به مقصه کاریشان اونه برکتی تیب و سبحان الله. تو بینی ما مسایی وصل مزگوتاب و ما مسایی کی پیرمرد شافر سوادیشی نبود. قصه هایی کی ساده کرد. دوای نسلی کی سقص کانی تکرار کنن. این برکت العلم ان ينسب العلم الى صاحبه. ما مسافلان کس دحفی و تی او کار عواب کن. سبحان الله. ترى مهمة مخواي جان، حالبي أي سأوى، بس تبى بني مثل شاري إما، أو هم باخو جيزو زمينو وقفي أما صام إنبوا أما زقوت أنبوا، مو شيء، مردم دي عند دربوا، حالبي ود، شيء كيف يديك يبدون، هرو ما مصانة وراو شيخو مشايخو الله ما مصانة، كم تسوى أنا ورو جنايتك رأوا مسلمان دو شاري أم تفرقان ومصيبة أنبوا. بس كبناء المساجد والمدارس وإحياء العلم وإقامة الشعائر مثل الأذان والإمامة وغيرها من المصالح والشعائر أمثال يا مانتر وقفك أكرب ومسه
أو تم وقفي فقيران بي أما وقفي نازان طلاب طلاب علوم شرعي بي في أجا جاي سأو وقف عن أبو عين مثلا. الخامس السد حاجة كثير من الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل الذين أقعدتهم بعض الظروف عن كسب حاجاتهم فإن في أموال الأوقاف ما يقوم بسد حاجاتهم وتطييب قلوبهم والله أعلم. فركرنوي حاجات ورفع حاجتي زور لفقيران ومساكين هتي وكانوا فكوتواني مسافري مسافراني بدصلاة أوانيك وبعض الظروف وشرائتي دوران دايني شاندون لكسبوا درامد و رفع حاجه تکانیان ناتوان درامدی کی کافیان بی دی اموال اوقاف براسل اموال اوقاف اشتیکه کوا حاجات مشکلات اوان رفعک و دلیان خوش اکاتو دلیان بدستریتو والله تعالی علم کان حکمت کان یزور اما طازی لو حکمتانه بو تایرابا کافی به ان شاء الله ادامه لدرس کانی بعد اخوات توفیق با سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.